الساعه يعني دي بارتي دي بارتي اول مره. ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تعرفوا ازاي يلا نفتحها. فيها مليون لعبه. مليون لعبه ازاي الكلام ده؟ يلا نفتحها. دي اول مره نجيبها. فنجان شاي كبير. شوفوا لا انا المعلقه فنجان الشاي اهو. استني خلينا نشوف اسمها هنا. اه خلينا نلاحظ لحظه. صعبه قوي صعبه قوي. طبعا انا شفت جواها الابريق. جواها الابريق الشاي. نعملها بقى. انا ابريق الشاي. انا ابريق الشاي. بيقول لك بتحط جواها ميه وبتفتح. لحظة خلينا نشوف شكله الأول. الله سنين. هو مفتاحها مية مية بيقول مية مية. اصبري. ومن هنا من هنا استنى. واو يا اخو لقيت ايه؟ ابريق الشاي. ابريق الشاي. ابريق الشاي. شوفوا حطوا السنتراج. شوفوا لقيت كيس. اتنين كيسات. كيس الشاي دي وادي اطباق الفناجين. بصوا اطباق الفناجين. واو جميله جدا. اه بتوقف. واو الفنجان اهو. لحظه اسكتوا وشوفوا. بصوا بقى بره كمان سربرايز. واو وادي كمان اثنين سربرايز تاني. سربرايز كبير. حط هنا يا بامبيرو سربرايز كله. اوكي يلا. عندنا كتير هنا حاجات. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. كل دي حاجات. انا مش مصدق. وانا كمان دي كتير قوي. ده شيء. انا شايف ان في سلايم. شيء اهو. كده هو فعلا سلايم. انا جوه سلايم. تقدر تعملي بيه فيكس. وده سكر. خلص خلص. وكمان حطي ده بتاع الابريق. حطي بيه. انا الابريق. دوري افتح. يلا غنوا اغنية ابريق الشاي. انا ايدي كده. بصي كده. ايدي كده. بوزي كده. اصب الشاي وارجع كده. انا يلا غني. يلا دوري افتح. يلا يلا دوري. لحظه نفتح حاجه صح بالرقم. خلي بابار يفتح. لقيتي ايه ده؟ ايه دي؟ ده شنب ده ولا ايه؟ شنب؟ لا ممكن بتاع ايدي بتاع الابريق ولا ايه ده؟ عقبال لها حاجات صغيرة. اه بوبي بوبي. اطلع ده. اطلع ايه دي؟ استنى استنى. اشوف دي ايه دي؟ اشوف دي ايه؟ شوفوا. لا البنك دي ايه دي البنك؟ اه دي جوهرات. لقيت كوباية صغيرة. الله جميلة دي. يلا دلوقتي افتح. ماما افتح. ماما علي افتح دي. انا افتح دي. ده بوبي. لا انا دوري افتح. ماما علي افتح دي. لا لحظة نفتح حاجة حاجة. دور توتي. دور توتي. دور ميكي قصدي. دور موكا. دور موكا. علي موكا. فتحتي انت يا موكا؟ هي فتحت. طب افتح انت يا توتي. يلا خلينا انا اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. شوفوا شكلها قطة. قطة؟ كيتي. اه كيتي. وانا دوري؟ بيوتي. اتس سو بريتي. شوفوا.
صلاح فتح ايه؟ بوري طيب شوف كمبار فتح ايه؟ وليه كمبار فتحت ايه؟ خلينا نشوف اللي فتح كمبار. لا لقيت حاجة تاني. واو ايه ده؟ كيوت بصها بريتي 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 اهو دي بريتي صح؟ اسمها بريتي اسمها بريتي صح؟ ايوه هي بريتي اهو مكتوب اسمها هنا اهو بريتي عرفت اسمها اسمها بريتي ودي اسمها كتير يس ودي اسمها بريتي ده زي اللبان هو مش اطول يعني شوفي هو ده لبان ده ما يتفتحش ده قطع سكر لا سكر مكعبات بلاستيك اه بس ده سكر مكعبات لا ده ليجو قصدي ده سلايم لا مش سلايم ده فعلا سلايم اه يا شباب ما تقطعوش يا توت ليه بتقطعيه لا بتخرق بس انا خليه عشان ما يبص خليه لازق في بعضه ثم ضاع شوفوا ده كب كيك كده معاه كب كيك بالصينيه بتاعته لازق في بعضه لا ما فيش لا يلا خلي موكا تفتح خلينا يا موكا تفتح قوي اوه بعدين بقى لبسي العروسه بعدين فريدي البريدي ايوه بريتش عشان دلوقتي عندها ده شوفوا ايه ده؟ سلايم اوه لقيت سلايم فين؟ لا جوه الكيس اوه لقيتي جوه الكيس هنعمل بيه ايه ده؟ الكب كيك؟ يلا الدور عليكي انتي تفتحي لنا دي شوف فيها ايه؟ لحظة ده مش بيتفتح ده شاي اصبري لما تبتدي تخلص لقيتي ايه؟ برضه قطة الشاي حطي القطط هنا هاتي توت الزرقاء اللي عندك الصينية الزرقاء دي عشان نرص عليها الحاجة هاتي دي ايوه كده لحظة ادي القطة هتخلي القطط كده ودي كمان دي. يلا دوري افتح دي. لا افتح دور دور هاتي النضارة هاتي العروسة دوري افتح افتحي سبحان الله والله ده رقم يفكرني بيه طب سلايم خلاص سلايم تاني ابرق صغير حطي هنا على دي عاجن 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 ولا ايش عاجن وسرحي لها شعرها يلا وانا هفتح دي سرحي لها شعرها يلا انا دوري اني افتح لا سلايم شعرها جميلة لا سلايم ليتس سلايم تاني لا سلايم افتحي يا توتي لما تقولي ده توتي دي شاي ده ما تفتحيهوش لا بتفتح هو هدوم هدوم ايوه هو انا اه الجزم بتاعتهم وريني الله لقينا حاجات حلوه النهارده تعالي سلايم شوفوا الفستان ده روعه شوفوا هذا فستان ليك انت لبستي العروسه دي لا لسه تعالي سلايم شوفوا تعالي سلايم لقيت سلايم كتير يا بيبي محظوظه انت في سلايم طيب عندك تانية مكة هاتي الورق الفاضي هاتي الورق الفاضي ايوه هاتي هات التاني قدامي ده دي اصلا حاجات ميكي ده فنجان يا ميكي شوفي خدي ده لبسها لبسيها كده الله الجزمة الجميلة دي كده هتكون لامبو دي جزمة بريد واو بيوت جامد اصلا هتكون لامبو دي الجزمة الشوز بتاعتها زي اللبان الصلصال ده اوه هاتي كده الصلصال ده لحظة اجرب انا اوكي اشوف يمط قد ايه واو بصي يا توتي الاب الف واحد بصي الف شدي يا توتي عندك كده شوفي تقطع ولا لا شدي يا مكة شدي خدي انت تشدي جامد بس خلاص يا مفه خلاص سيبوه او ماي جاد عامل زي الحلاوه اه هو حلاوه زي رز البنات حلاوه ده الفستان بتاعها جميل شوفي لا ما لبستيهوش ما حطش هو لقيت خدي يا توتي بستانة ايه دي؟ انا معاك بقى خلاص هيك لقيت حلقة ورا كده وشوف لقيت ايه؟ اه الفستان رجع ايدك لورا كده الله حلو قوي روحي لبسيه لها يلا فستان بريتي فستان بريتي لقيت الفستان؟ مطلبه هلبسيه لها يلا
اللي حط هنا هو ده فين لبسها؟ انا حط السويت ده اهو كان في فستان هنا انت سايباه دلوقتي اهو ده اه ده لبسه لها يلا بتاعها؟ اه لا انا متاكد انه مش بتاعها ماما شوفي اخد معلقتي بس شاي 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 تي بارتي شاي. يلا كوب شاي وقلب هنا يلا خلينا نشوف كده استنى خد يلا حطي سكر امسكي حطي السكر ده قلبي استنى السكر ده بتحط في الميه بيجي لكم حاجه جواه بجد ايوه هات نفتح طيب ما بعرف خلي ماما تفتح هات نروح نجيب ميه هنا هات ازازة الميه دي شو حطي واحده تانية خدي عبيها عبيها شوي عندك ميه اوكي لا انا ميه خلينا نعمل التجربه ونشوف هاتي هاتي افتح لك ده لا انا شكله بيفور ولا ايه بيفور بيعمل بابلز لا لا شوفوا هنا كده ده الكوفي بتاعهم اللي بيقعدوا فيه ايه جميل لحظة نشوف حطي لا لسه في كيس لا طب لسه في كيس لازم تشيلي كل الكيس منه اه طب شيلي الكيس بسرعة لا شيلي الكيس انا شوفي لبستها هات المعلقة هات المعلقة نقلب هات المعلقة انا اقلب ده بيدوب في المية لبسها هو هاتي كده استنى لا يكون استنى دي البنت دي اميرة فدي فستانها الامير ده فستان التانية صح؟ هاتي ده كو هاتي بمال هنا خلينا نشوف قدام الكاميرا هاتي قدام الكاميرا خلينا نشوف حطي هنا الفنجان هنا حطي هنا هنا حطي هنا لا خليه تاني في المية استنوا لان في حاجة تقريبا مفيش حاجة هو ده وخلاص لا 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 انا البتاع ده طلعته من البتاع ده فنبار استنى فنبار في حاجة جوه دخل ايه في هدومها يعني او حاجات او حلق استنى هاتي هنا دي قدام الكاميرا هاتي قدام الكاميرا عشان نشوف هنا ممكن تلاقي حلق يعني لا 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 مش حلق استنى بس جاي لكم هاتي بالمعلقة قلبي بالمعلقة تعالي يا مكة هاتي العروسة نلبسها الفستان يلا يا مكة اعملي لنا شاي يلا عايزين نشرب شاي يلا تعزمينا على شاي صح يلا يا مكة مكة تعزمنا على الشاي لقيت ايه ماما لقيت ماما شوفي يا توتي تحطي الحاجات دي كلها تحطيها هنا شوفي شوفي تستي فيها هنا تستي فيها جوه الفنجان مسكتي فيها ده كأنه بصي شوفي في الورقة دي شوفي النقطة شوفي مسكتي فين الحاجات هنا اهو البتالوج بتاعها اهو اوكي احط كده شايفين الحاجات اللي لقيناها دي كلها بتتحط جوه يا توتي ده يا توتي الرجلين بتاعة الصينية دي اللي تحت ماما يا ماما كفى عاملة مارشميلو مع ده وبعدين كراكة واو خليها احنا ناكل زينا يا معلم البنت دي ليها لبس لسه باكل لسه مالك
الشباب. البنت دي لها لبس. فهذه الأميرة بكل قصدها. نعم شوية. انظر حتى كب كيك بس. حتى تتيها بصي دي بتاعت الصينية ركبناها عشان تبقى كده. واو يلا بقى حطوا عليها ابريق الشاي. شوفوا وحطوا القطط ودي القطة التانية. حط الشاي. لا حطي الابريق الصغير. حطي الابريق الصغير. فين الابريق الصغير؟ خلي الابريق الكبير هنا. شباب اكيد اللبس اللي كنت بتدوري عليه تيس. واو كيك. لقيتوا ايه ده عروسه تاني؟ لا مش عروسه. واو اللبس بتاعها صح؟ ونضاره كمان. اه لبسها ونضارتها. واو حطي قدام الكاميرا. حطي قدام الكاميرا يا بيبي. لقيت لبس. حطي قدام الكاميرا. انا اشوف. خليني اشوف قدام الكاميرا. اشوفه اول واحد. جيبي وري. شوفي لابسها ازاي. بتاعتها رنا حازن عادة على شقلة ريجي كده. اه حلوة قوي. شوفي شوفي اللبس. شوفي الله فستانها جميل. هاتي هاتي النضارة يا كمبار هنا. هاتي هنا انت ايدي اشوفها لك. انا عرضها لك لبسها لها النضارة والتو. انا وريها خالص. يلا وريها. يلا لبسوها الهدوم عشان نعمل اخر حاجة نحطهم ونوضب حاجتنا. لا اطلع عجبتي. انا هلبس ايه ده. هو اسمه حسان حقيقي. اه لبسها قلبي. خليها تلبسها النضارة. يلا ده طوق. ده طوق صح بتاع الشعر. يلا خليها هي ممكن تلبس. استنى هي تخلص الهدوم بعدين انت. تعالي بيكي هنا قدام الكاميرا. ممكن تعالي قدام الكاميرا. اوكي يا شباب دلوقتي معانا البيت الفنجان. بيت حفلة الشاي. جميل قوي طلع. طلع في سربرايز جميل. ده الابريق وده الفنجان. دي المعلقة. ودي صينية. يلا يلا. شوفي شكلها ده. حطي هنا. طبعا اهو جزمته. شوفي شكلها. ارجع لورا هنا اهو. فالجزمه دي 1 لتر يا شباب. اه جميله. في حد لتر. شوفوا بلتر. يلا يا توتي هلبسيها الشوز ولبسوها النضاره. هلا انا السبرايز كان هنا مش عارفين ان هو كان فين بس لقينا. لا يلا لبسها الطوق. طبعا هي شكلها تحفه جدا. كيتي دي ايوه تحفه جدا جدا جدا. لعبة جميلة. البنت طلعنا جواها مفاجآت كتير. ايوه كتير. نايس سربرايز. فشباب ممكن نشرب في الفنجان ده نحط لنا هنا ميه. يلا احسن لحظة. ده العرض الاخير بتاع العروسة. يجي فين نظارة؟ يلا نظارة البنت لبسها. هي نفسها دي نظارتها هي. لا فين نظارة صفر. لا هي معاها نظارة. اه خلاص سهلة. النظارة اهي النظارة الصفر. طبعا لو عجبكم الفيديو لحظة لحظة حطي حطي هنا حطي هنا الأول زي حطيها في الطبق بتاعها. دي الأميرة الأولى اهي بريتي. دي اسمها بريتي يا توتي؟ ايوه اسمها بريتي. بريتي دي بريتي علشان هي فاشونيستا فبتحب البريتي يعني. واو. ايوه هي فاشونيستا. فاشونيستا جميلة. خلاص وقفت. انا في البارتي. اوه يا فانا فكرت ان اللعبة دي هتطلع فاضية. يلا يا بيلا عشان نحطها في الطبق. يلا تيجي تحطيها. هاتي تيجي تحطيها في الطبق هنا. نشرب شاي يلا. الله دي العروسة الثانية. او سو كيوت. دي شعرها منكوش وكمان كيرلي. ايوه شعرها منكوش وكيرلي.
لكن دي صراحة عادي. بس هنضرب ايه محتاج باكي؟ الاثنين حلوين صح؟ تمام. دي العروسة التانية هنحطها هنا كده. لو عجبكم لحظة خلينا نحط دول كده. اوكي وهتجي كده في النص هنا. استنوا اذا عجبكم الفيديو لحظة لسه 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 هنا عشان فامبارح حط السلام جوه انا اعتبره سايب نشوف. ايوه طلعوا كله وبعد حتى كده. وادي الفنجان هنا. هات البريقه البريق الشاي اللي عندك ودي حاجاتها. الله البيت جميل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا خلينا حطي كده يا ستي. هاتي الابريق هنا حطي مكان حطيها مكان. حطوا لايك وشير وسبسكرايب. هنا في الكاميرا شوفوا. الله جميلة. دي الأولى ودي الثانية العروسة الثانية اهي. ودي الترابيزة ودي الأبريق ودي الفنجان ودي الأبريق الشاي. أبريق الشاي أبريق الشاي. يلا بقى نقفل ونقول أنا إيه؟ أنا ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. واو يلا باي باي. باي باي.